فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض المأمومين عند قراءة الإمام للقرآن يرفعون السبابة عند ذكر الله، فهل هذا مشروع؟ لا أعلم له أصلا. عند التشهد، عند التشهد وعند الدعاء ترفع السبابة إشارة إلى التوحيد، وما عدا ذلك ما يشرع رفع السبابة. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.